في قرية اسمها لصفير البلد ومحافظة كفر الشيخ عملت تجربة مهمة جدا الحقيقة. التجربة دي من خلالها قدرت انها تشغل مبنى خدمي بالكامل بالطاقة الشمسية، وده بتمويل ذاتي من ابناء القرية اللي عندهم وعي كبير جدا بأهمية الطاقة النظيفة. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المشروع من المهندس احمد ابو عيانة، باحث دكتوراه في الهندسة المعمارية بجامعة لاسبيانزا روما في ايطاليا، واحد ابناء قرية لصفير البلد محافظة كفر الشيخ. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور أستاذة جمانة، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ حسام، أهلا وسهلا أهلاً بك يا بيك فندم. أهلا بيك. طيب، يعني تجربة مهمة جدا، تجربة استثنائية، يمكن خاصة وإحنا في خضم الحديث عن الاهتمام بملف التغير المناخي واهتمام كمان الدولة المصرية بالطاقة النظيفة والتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك. فجات التجربة دي يا فندم في وقت مهم جدا، كلمنا عنها، إزاي جه التفكير فيها والاهتمام بيها، مراحل التنفيذ. بالظبط كده، هو طبعا موضوع الطاقة هي عصب أي تنمية، وبتدعم لي كل القضايا اللي يعني اللي مصر بتواجهها، بما فيها تحديات المية، ان احنا عند ان توفير الطاقة بيرشد استهلاك المية من خلال الاستخدامات غير المباشرة، بتدعم لي جميع قضايا التنمية. ويمكن الأرقام الرسمية، عشان كده الدولة المصرية بتهدف للتحول للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. احنا عندنا يمكن الانتاج تضاعف في 4 سنين 3 مرات ونص، من 890 ميجا وات، بتكلم عن الطاقة المتجددة، ل 3016. فبنتكلم ان في توجه عام من الدولة لذلك. في نفس الوقت احنا طبعا شايفين ان الريف المصري بيشهد، ومصر عموما بتشهد، تنمية عمرانية مذهلة لرفع جودة الحياة. من هذا المنطلق بدأنا يعني نمارس دورنا كباحثين وكمعماريين وعمرانيين، ان احنا ازاي نقدر نعكس يعني المعلومات اللي عندنا، ان احنا نبدأ نفيد المجتمعات بتاعتنا. فبالتالي بدأت ان انا افكر ازاي اقدر اعمل المجتمع بتاعي، قرية لصيفر البلد، قرية في الريف المصري في الدلتا، ازاي ان احنا نبدا نعمل فيها، نعكس هذه التوجهات. ليه اخترت الريف تحديدا؟ احنا عندنا مصر فيها 16.2 من 10 مليون مبنى، 23% منهم موجودين في اقليم الدلتا. عندنا كثافه سكانيه عاليه جدا، 22 مليون نسمه بيعيشوا على 1.2 من 10 من اجمالي مسطح مصر كلها. فعندنا الكثافات العاليه دي كلها. الريف اساسا فكرته ان هو يعني سله الغذاء بتاع مصر كلها. فاحنا بنتكلم ان احنا نبدا نرجع ان الريف يكون هو المنتج في كل حاجه، مش بس غذاء، في ما وراء ذلك حتى في الموضوع بتاع الطاقه. وهنا بدات افكر ان احنا ازاي نرجع، يعني اتبنى فكره مجتمعات الطاقه، ان ازاي يبقى المجتمع عنده الاكتفاء، يقدر يولد الطاقه اللي بيستهلكها من الشمس والرياح وخلافه، ويكون يعني هو بنعمل توطين لإنتاج الطاقة المتجددة، وإزاي بنعمل لا مركزية، ودي اللي الدولة بتدعم هذا الموضوع بتاعنا. زي ما قلت لحضراتكم، احنا كده اتكلمنا عن المشروع عموما. مجتمعات الطاقة دي بتتم في 3 صور، يا اما بمستوى فردي، ان انا ازاي بقدر اعمل على مستوى البيت بتاعي، بستهلك الطاقه اللي انا بس يعني بولد الطاقه اللي انا بستهلكها، او جماعي، ان احنا مثلا في عماره واحده او مبنى خاص، ازاي بنقدر نشترك مع بعض وبنستثمر في خليه شمسيه على سبيل المثال عشان نبدا نغطي احتياجات الطاقه بتاعتنا، او الصوره الاعم اللي احنا بنهدف نوصل لها ان شاء الله، اللي هو يكون على مستوى مجتمعي، ان احنا نبدا نعمل لا مركزيه دي على مستوى عده مباني مع بعض وعلى مستوى الاحياء. طيب، فبدانا نعمل بدات نفكر في مشروع رائد. بدانا نختار ايه المبنى اللي احنا نقدر نعمله. اخترنا مبنى خدمي بيقدم خدمات للقريه، بيخدم اطفال والاسر وخلافه. وبدانا ان احنا نبدا نعمل نموذج قائد. فكره الخلايا الشمسيه في حد ذاتها فكره معروفه جدا يعني، وبتطبق في جميع انحاء العالم ومن زمان كمان. لكن الجديد في الموضوع ده ان احنا ازاي قدرنا نعمل اطار عمل تشاركي، حطينا فيه البحث العلمي مع المجتمع المحلي، مع القطاع الخاص، مع المتخصصين، وازاي قدرنا بالجهود الذاتيه نوصل لقرار واحد، وازاي قدرنا نوجد الشركات اللي بتعمل مساهمه مجتمعيه مع المجتمع المحلي ان احنا نبدا نمول المشروع. وبالفعل قمنا بعمل اول محطة طاقة شمسية بتخدم هذا المبنى. يعني في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، المبنى شغال، ما بيستهلكش كهرباء خلاص يعني من الشبكة، بياخد الاكتفاء الذاتي بتاعه من الشمس.
الرائد في التجربه كمان ايه؟ ده المشروع الاول في القريه، وازعم ان هو في الوحده طيب المحليه يعني بالقرى. باشمهندس اتفضل احمد، اتفضل. لو حد بيتفرج علينا دلوقتي واعجب او عجبته الفكره وعايز ينفذها، تمام. اول حاجه هتيجي في باله تكلفه المشروع، يعني المتر المربع للالواح الشمسيه بكام، وبيطلع قد ايه كهرباء عشان يقدر يحسب التكلفه اللي والناتج اللي هيجي له منها. كلام جميل جدا. طبعا الموضوع عشان نبقى فاهمين، انا عندي شقين، يا اما بعمل حاجه اسمها نظام مربوط على الشبكه، وده اللي هو بيكون فعال وكويس، او بيبقى نظام قائم بذاته زي التجربه اللي احنا عملناها، قائم بذاته يعني له بطاريات وخلافه، وده بيكون مكلف اكتر. انا ما اقدرش اقول سعر دلوقتي، ان هي المحطه اصلا بتتحسب على حسب الاستهلاك بتاعي، يعني بحسب انا عندي كم مكيف، كم غساله، بشتغل في البيت ازاي، عدد ساعات التشغيل والاناره وخلافه، فبالتالي بقدر اجيب الخلايا الشمسيه بتاعتي وببدا اختار النظامين، هل هعمل نظام ربط على الشبكه ولا نظام اللي احنا بنسميه اوف جريد. فطبعا النظام الفعال اكتر ان احنا نبدا نربط الموضوع على الشبكه. عشان اقدر اقول سعر دلوقتي، يعني صعب ان انا اقول المتر بيكلف كام وبيديني كام، انما السهل جدا ان موضوع الدراسات، يعني في دراسات كتيرة نقدر نعملها. حابب أشير إلى تجربة نظم الخلايا الشمسية الصغيرة اللي بتقوم بها وزارة التجارة والصناعة، التجربة دي مهمة جدا، والناس لو دورت هنلاقي أصلا إن في دعم بيتم، يمكن الناس ما كانت محتاجة تعرف، ومحتاجة يعني تعرف إن في تجربة زي كده. الناس لو دورت على الإنترنت بتلاقي إن أنت بتقدر تعمل طلب أبليكيشن للمباني السكنية وغير السكنية، بالمناسبة جميع المباني، وبيبدأ يحصل لك معاينة، وبيبدأ يحصل لك حساب للأحمال وحساب تكلفة، وبتلاقي دعم كمان للموضوع ده كله. فدي كده بصورة نقدر ان احنا ايه نقولها. انما كسعر، سعر رسمي، اهم حاجة بتتحسب ان انا بشوف عائد الاستثمار بتاعي ده هيرجع لي بعد قد ايه، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين. يعني مثلا انا هنشئ محطة ب 20,000 جنيه، بستهلك في السنة 3,000 جنيه كهرباء، فبالتالي المشروع ده هيغطي لي التكلفة بتاعته بعد 7 سنين، بعد 6 سنين. دي بتتحسب حالة بحالة زي ما قلت لحضرتك. لو هي حبينا نرجع يعني هي تجربة هامة جدا، وزي ما حضرتك قلت يا باشمهندس نتمنى انها تعمم. يعني نشكرك جزيل الشكر مهندس احمد ابو عيانة، باحث دكتوراه في الهندسة المعمارية بجامعة لاسبيانزا روما بإيطاليا. نورتنا يا فندم.